نحن عم نسمع صوت أهل عم يبكوا، صوت أهل عم بيناشدونا دخيلكم شو بنعمل. لم يلبث وزير التربية طارق المجذوب الإعلان عن عودة الطلاب إلى التعليم الحضوري حتى قررت معظم إدارات المدارس الخاصة أن تزف الخبر للأهالي. زيادة الأقساط المدرسية باتت حتمية، منها غير محددة بعد، ومنها تراوحت بين 30 و70%، ناهيك عن البنود الإضافية التي تجرأت بعض المدارس على وضعها بالفريش دولار. والحجج الرسمية وراء ذلك زيادة أجور المعلمين وتصحيحها وارتفاع الكلفة التشغيلية، ما يؤثر على الميزانية السنوية للمدرسة. نزل هذا الخبر على الأهالي كالصاعقة، فهم من تحملوا عبء القرطاسية وأسعارها الباهظة، وهم من سيتحملون تكاليف النقل والمواصلات الخيالية، وخصوصاً بعد خطة رفع الدعم الكلي عن المحروقات. كيف لهم أن يصمدوا أمام أي زيادات بعد؟ وهل تعتبر هذه الزيادات قانونية بالأصل؟ هذه زيادات غير قانونية، لا يحق لأي مدرسة أن تحدد زيادة طالما الدولة لم تقر أي قانون خاص بالزيادات. كيف ترفع أجور المعلمين من دون أن تتأثر الميزانية المدرسية ولا ترفع الأقساط؟ فيهم السنة استثنائياً هالمدارس توقف إنما تربح وتلغي بعض البنود، فيها تعمل ترشيد للأنفاق اللي هي اللي بتصرفها لمصاريفها. ما نزيد بنود على الموازنة، بنقدر نوصل لفورمول يتفقوا عليها، وإذا بده يكون في زيادة تكون جداً طفيفة، والعديد من المدارس قدرت تعملها. يعني إحنا عم نشوف مدارس عم تقدر تعملها، وعم نشوف مدارس الجشع والطمع عاملون عيونهم وما عارفين شو بدهم يعملوا. لنحسب معاً الأقساط المدرسية، الكتب، القرطاسية، الزي المدرسي والنقل، كل هذه الأمور ترجمتها الواقعية على الأرض الملايين ستختفي من جيوب اللبنانيين إن وجدت أصلاً. جينا عم نحكي قرطاسية ما تلزموا الأهل، جينا قلنا بدلوا الكتب مع بين الأهل، وهيدا الشيء عم بيصير بأغلبية المدارس، وما تحطوا كتب بالدولار أو كتب جديدة على الأولاد. جينا قلنا زي المدرسة يا عم السنة الولد يلبس اللي هو بريحه. جينا لقينا المدارس الدينية والمدارس المهمة عم تحط الكوستيوم بالدولار على الأهل وعم تجبرهم فيه. يعني عن جد ما بعرف هل هي التربية رسالة والتعليم رسالة أم تجارة؟ كل هذه النقاشات لا تعني الأهل، فكل ما يعرفونه هو أن الزيادات على الأقساط ستكون هذه المرة قاتلة وتهدد مستقبل أولادهم.